حياكم الله في بودكاست قبل العصر. عودناكم كل يوم بهذه الحزة نكون وياكم في هذا البودكاست مع هذه المواضيع المتنوعة. أبو شهاب مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حيا الله أبو فهد. الله يعطيك صحة والعافية. الله يعافيك. تخاف على نفسك ولا؟ يعني المفروض الواحد يخاف على نفسه علشان يعني يقدر يعطي في هذه الحياة. بس سؤال حلو، ليش وايد نكابر على عمرنا؟ من ناحية الصحة تقصد؟ أوه صدقك. شوف أنا شخصيا أخاف من المجهول. حلو. فيعني لا تكتشف شيء جديد بصحتك ويدخلك بحالات نفسيه، فخليك شيء بعيد عن 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 الاكتشافات. مو تعيش المشكله عندنا ان الواحد على قولتهم ما يبي يفكر وخلي الدنيا والاعمار بيد الله. زين اوكي الاعمار بيد الله، بس ما يخاف الواحد يقول لازم يسال حق نفسه، انه يهتم حق نفسه، يشوف نفسه، خصوصا ان الناس ساعات تروح الطبيب زين حق شيء بسيط، لما يكشف عليه يشكون بشيء، يطلع بشيء اكبر ما هو متوقع، وسبه شنو اهمال مرات الفترات اللي طافت. صحيح. وتصير بعد ساعات العكس، ان الواحد لا سمح الله يكون حاشه مرض بدايته، فلانه راح وفحص بوقت مبكر فقدر يسيطر على هذا المرض قبل لا يتفاقم ويوصل مراحل تخرج عن السيطره. يعني في حالات انا قاعد تمر عندي، انا ودي اعطي امثله عن هذا الموضوع، اكيد نسمع من ضيفنا امثله وايد قاعد تصير. يعني يوم من الايام عندنا ناس، يعني او عندنا شخص كان مقرب مني زين، رجع من مكان سياحي زين، شاف بقعه بسيطه بجسمه زين، وهذه البقعه يعني اهملها، انه مجرد انها بقعه بتروح خلال ايام معينه زين. بعد 5-6 أيام شاف أن انتشار البقع قاعد ينتشر بأكثر من مكان. مو شيء طبيعي. يعني. مو شيء طبيعي كان قاعد يصير. زين. ويوم راح مع الأسف اكتشف أنه في مرض جدا شايد وفي الدم. زين. أدى إلى وفاته في 3 أسابيع. والسبب شنو؟ أنه ما تلاحق عن نفسه من بداية لما كان عنده فقر دم، كانوا ينبهون على الدكاترة. عسى الله يرحمه برحمته. وشوف هذا يعطيك انطباع جيد أن الفحوصات وايد مهمة، وراح احنا نشوف حملات عالمية قاعد تصير. مثلا عندك حملة الوعي ضد سرطان الثدي. صح. للبنات في شهر أكتوبر. صح. وأيضا عندك في الرجال عندنا هني في شهر نوفمبر عندك حملة الموفمبر. صح. وهذه الحملة إذا ودنا نشرحها شوية بزيادة، هي اختصار موفمبر، اختصار لكلمتين. صح. موستاش ونوفمبر. صح. اللي هي الرمز الرجولة خلينا نقول، الشارب الموستاش. صح. وكلمة نوفمبر اللي هي شهر نوفمبر فتصير موفمبر. على الطاري ترى واحدة من الشركات قاعد أشوف مسوين أيضا تسويق حق كلمة موفمبر، مسوين مسابقة داخلية حق الموظفين من أكثر واحد يربي شنبة. yeah. زين، على أساس أنه يكافئونه باب أنه التوعية الصحية، لكن يبيها بطريقة اجتماعية حلوة بحيث أن كل واحد أنه يقتنع أنه إن على قولتهم أنه أنت كإنسان يعني هم لك حق على نفسك. وشوف أنا أحب هذه الحملات لأن موضة الشارب الثقيل ممكن تكون قديمة. صح. فشهر 11 يرد لك هذه الموضة مرة ثانية ويعطيك عذر انك تربي شارب. ترى جت فتره كذي، ترى نشفس جاديشنا ونربي شارب ونسينا ايضا السكسوكه. ايه؟ والقفل اللي كنا قاعد نسويه يعني. فهي رمز يعني من رموز الرجوله. وحلو ان الحين قاعد يكون هذا الموضوع توعيه. صح. للرجال انه والله فحصوا، خلكم على فحوصاتكم الدوريه ودير بالكم على روحكم، ولا سمح الله اذا بيصير فيك شيء بيصير. نعم. بس الافضل انك انت تفحص في وقت مبكر وتسيطر على الامور من بدايتها. تفحص بشكل مبكر، تدير بالك على نفسك، تحط بالك أي شيء تشكه 1%، ما يمنع أنك تروح الدكتور وتكشف عنه حتى لو كان جدا شيء بسيط، وتعالج على الأقل بشيء بسيط، أنك تراجع بنفسك أول في أول. يمكن حاولنا نعطي معطيات حق موضوعنا لهذا اليوم. خلينا نشوف هذا الفاصل ونرجع عشان ندش بتفاصيل التفاصيل. دكتور احمد المرزوق مساك الله بالخير وحياك الله في بودكاست قبل العصر. مساكم الله بالنور ومشكورين على هذه الاستضافه الكريمه. يا هلا فيك دكتور. مثل ما شفنا في الاستطلاع تو، اغلب راي الشباب ان موضوع الصحه مهم، الناس واعيه على موضوع الصحه، بس ممكن في جوانب صحيه الواحد يغفل عنها، نوع من انواع الامراض اللي الواحد ما يقدر مثلا يحس فيه الا اذا وصل حالات متاخره. وواحدة من هذه الأمراض أو واحدة من هذه الأمور هي الفحوصات الدورية في شهر نوفمبر للرجل، اللي احنا جايين بحلقتنا اليوم نسولف عنها. حركة موفمبر ودنا تكلمنا عنها بصورة بسيطة. طبعا هي جزء من حملات التوعوية والصحة العامة والصحة المجتمعية. يعني مثل ما شفنا في شهر 10 كان شهر التوعية بسرطان الثدي وأورام الثدي،
وعادة بالشهور هذه يكون في توعية أكثر بالجوانب الأخرى من صحة المرأة مثلا. نفس الشيء في شهر نوفمبر أو نوفمبر عفوا. بدأت القصة من بداية الألفينات أن صار في حملة لجمع التبرعات لدعم الأبحاث في سرطان البروستاتا، وكان الحملة غيروها من نوفمبر لموفمبر على أساس موستاش شنب، لأن صحة الرجل. وكبرت مع السنين، كبرت. آخر 3-4 سنين صار التوجه أكثر إلى هم صحة الرجل، تغير الترند شوي حلو إلى صحة الرجل بشكل عام. بس هي أساسها شهر التوعية بسرطان البروستاتا. ليش سرطان البروستاتا؟ لأن أكثر الأورام انتشاراً في الرجال فوق سن 50. طبعا هذا ليس مرض للشباب أو نادر جدا جدا بالأصغر من 50 سنة، لكن لما نتكلم عن الرجل احنا نتكلم عن جميع المراحل العمرية. فعشان ندخل الشباب وندخل الأقل من 50 سنة، صارت صحة الرجل بشكل أشمل. صحيح. بس دكتور لحظة، أبي مستر موفمبر يعني ليش وايد يكابر؟ ليش وايد لا ما أكل العافية؟ ليش وايد لا الحمد لله على كل حال أمور طيبة صحة زينة؟ وأكيد هذا الشيء يمر عليكم وايد. أكيد. شوف، هي شوية من شخصية الرجل الشرق أوسطي. الرجل بشكل عام مو أكثر يعني أقل من المرأة في البحث عن المساعدة، أو أن أروح حق الطبيب ترى صاير معاي 1-2-3 شو أسوي؟ لا نسكت 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 نسكت. وهذا توقع أنت شيء قاعد تعيشه حتى بالحياة الاجتماعية. والله شوف الـ 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 الأمرين يمرون علينا الناس. حلو. اللي تلقى ما في شيء ويجيك العيادة يقول لك والله أنا بفحص، بسوي فحوصات عامة، وأنا أشوفه شيء إيجابي. عرفت، مو دائما يكون في شيء، وساعات لازم تقنعه ان ما في شيء. لكن انا عندي افضل ان المريض يروح للدكتور ويقول له والله بسوي فحوصات لكذا وكذا وكذا، ولا انه يجيب مرحله متاخره جدا. عرفت، لان عاده النتائج ما تكون ايجابيه. بس احمد، شنو فائده القناعه اذا انت اصلا مو متبرمج او انت من نفسك ما تبي تروح؟ هو الخوف احس انه يسيطر في الموضوع هذا. الواحد يخاف انه يكتشف اشياء وبعدين تدخله في حالات نفسيه ما تخلي يعني يستمر في حياته الطبيعيه بشكل طبيعي اكثر. ترى هذا يعني موضوع اساسي، العامل النفسي ترى قاعد يلعب فينا خصوصا في الجيل الاخير او يعني السنوات الاخيره عندنا كشعب بشكل عام. تاكيد، اظن من جزء من التوعيه الصحيه بشكل عام ان اخر 10-15 سنة صار في توعيه كبيره بالصحه النفسيه. عرفت، اطلب المساعده اذا انت مكتئب، اطلب المساعده اذا انت حاسس انك بروحك ماكو احد يساعدك. لذلك راح تلقى ان الجانب النفسي صار يلعب دور اكبر من مثلا الجيل اللي قبلنا. ففكره الخوف اللي ذكرها اخوي احمد، يعني انا دائما انصح المريض انه حتى اذا خايف شنو أسوأ شيء بيصير، اذا أسوأ شيء بيصير انه يتم تشخيصك بشيء مو زين، كل ما تصيده ابشر، كل ما تكون نتائج العلاج أفضل، وفي نسب كبيرة للشفاء في أغلب الأمراض اللي احنا نتعامل معها إذا الاكتشاف كان مبكر. إذا بتكلم عن الأمراض اللي يركز عليها شهر نوفمبر في الفحوصات، شنو أشهرها وشنو يعني خلينا نقول بطريقة ثانية، شنو أشهر الأمراض اللي ممكن تصيب الرجل؟ بشكل عام لازم نقسمها لجزئين. جزء اللي هو الأمراض الغير اللي ما لها علاقة بالأورام أو الأورام الخبيثة، والأورام طبعا الأورام أشياء نفس سرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة، هذيل الأكثر انتشارا في الرجال، يختلف ترتيبهم من إحصائية لإحصائية، ولكن هذيل الثلاثة عادة بالتوب. ففي برامج الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا اللي يكون فحص دم فقط، وإذا احتاج المريض فحوصات أكثر بس لازم يراجع طبيب بعد إجراء فحص الدم. أشياء نفس سرطان القولون وأورام القولون، هذه المنظار بعمر 50 شيء هم زملائنا في الجراحة العامة وأمراض الجهاز الهضمي يشجعون عليه، وطبعا الرئة بسبب التدخين، بسبب العوامل البيئية وإلى آخره. الجزء الثاني اللي ما له علاقة بالأورام هو طبعا جزء يعني أوسع، مشاكل القلب، السمنة، أسلوب الحياة اللي احنا عايشين المعظمة كسلان. صحيح. طريقة الأكل إلى آخره. حلو، يعني احنا ميخال ودي أتكلم عن الحملة بشكل عام. يعني الحين ما شاء الله يعني شهر 10 أو سرطان الثدي احنا نقول بالتحديد صارت شغلة رمزية عندنا بالكويت وحتى في العالم. صح. يعني من يدي الشهر 10 أغلب لوجوات حتى الشركات الخاصة تقلب وردية. صحيح. فصار مؤشر خلاص متعارف علينا، حتى يمكن موظفين العلاقات العامة ويمكن المسؤولية الاجتماعية عارفين هذا الشيء. لكن موفمبر ترى مصطلح هو حديث تقريبا على المجتمع احنا علينا حتى هنا عندنا بالكويت. صحيح. ليس كان في تكسير في تسويق حق هذا البراند موفمبر في السنوات الأخيرة، يمكن آخر 2-3 سنين تعرفنا عليه احنا. أي. شوف، يعني هل هو قصور من القطاع الطبي، هل هو قصور من القطاع الداعم للقطاع الطبي كالشركات الخاصة إلى آخره، هو شيء ما حاز على يعني مساحة إعلامية كبيرة بالشرق الأوسط إلا آخر كم سنة، بس هو موجود برا
كذا سنة، حتى لو ترجع 4-5 سنين يعني كان وايد بشهر 11 تلقى الناس بلش يطلع يربي الشنب، عرفت بشهر 11 وهو ما يدري ليش. المشكلة مفهومة أنه شتوي عبالهم الناس قاعد يشتي، فقاعد يشتي الوي هو يعني. هو كان ترند الشنب قبل للناس تستوعب أنه، أو عامة المجتمع يعني يستوعبون أن هذه حملة للتوعية بسرطان البروستاتا، ولكن الحمد لله يعني نكون متأخرين ولا أن احنا ما نسويها. يعني أنا إذا بتكلم عن مستوى شخصي، أنا ما عرفت عن سرطان البروستاتا إلا من الحملة هذه نفسها اللي شفت الأغلبية قاعد يربي الشنب وفي حركة، ففي منها إيجابيات. إيه وشوف هذا يبين لك هم إن التأثير مال السوشيال ميديا والإعلام بشكل عام، إن أنت لو ترجع 20-25 سنة ترى يعني أنا قبل أدش كلية الطب ما أعرف شنو البروستاتا، ما أعرف شنو البروستاتا، يعني عمري ما سمعت ولا بالتلفزيون ولا يعني اللي أكبر مني سنة يتكلمون عن شيء اسمه بروستاتا، بس شوي شوي شوف الحين الناس عارفة شنو البروستاتا وعارفة إن شهر 11 التوعية إلى آخره إلى آخره. فهذا يبين لك الدور الإيجابي للإعلام بشكل عام وخاصة السوشيال ميديا، لأن إحنا بالكويت عندنا السوشيال ميديا أتوقع لها تأثير أكبر يعني من الإعلام. أكيد هو الداعم لهذه الحملات، مثل هذه الحملات. مثل ما ذكرت دكتور أن في أكثر من مرض ممكن أن يعاني من الرجال، وخصوصا في الحملة هذه في الوقت الأخير زادت التغطية على الأمراض، ما اقتصرت بمرض سرطان البروستات، بس التركيز الأكثر دائما نشوفه على مرض سرطان البروستات. شنو السبب؟ يعني شنو العلة في هذا المرض؟ إنه منتشر تقريبا من الرجال يطوف 50 واحد من 10 رجال راح يصاب بالمرض. المرض جدا منتشر، لذلك علاجه جدا مهم، لأنه بعد هو بشكل عام سرطان البروستاتا سرطان بطيء النمو في أغلب الأحيان، فما نبي أحد يوصل إلى 60-65 ويكون المرض وصل إلى. فإذا تلاحق عليه من أول شيء تسيطر عليه بسرعة. بالضبط. ومو الكل يحتاج علاج، ومو الكل سيتم تشخيصه، 90% من الرجال ما راح يكون عندهم. عرفت؟ لكن شلون نعرف؟ هو بالفحص المبكر عشان حتى الرجال يكون عارف. يمكن هذا بشكل اختصاصي يمكن شباب سرطان البروستات، لكن أتوقع الحملة هي أيضا تدعو حق الفحص الشامل دكتور. يعني مفهوم الفحص الشامل عندنا أحمد، يا أنك تروح المستوصف تسوي تحليل دم، تسوي مثلا تحليل سكر وسكر تجسسي، أو مثلا تكرم تحليل البول يصير عندنا، لكن أبي أبعاد أكثر عن الفحص الشامل عندكم كحملة. شوف بشكل عام الريال من يطوف 50 يكون في وايد مشاكل صحية مصاحبة، عرفت؟ فعادة اللي ييك حق فحص البروستاتا يقول لك ترى دكتور صاير معي كذا وكذا وكذا بعد. حلو. يعطيك هذه تفتح أبواب عشان تفحص. ما في فحوصات شاملة بشكل عام، يعني بالطب بشكل عام ما في فحوصات شاملة اللي راح تصيد أو يتم عن طريقها تشخيص كل شيء. عرفت؟ فلازم المريض لما يروح للدكتور يقول له ترى أنا صاير معي 1-2-3 أنا وايد قاعد أتعب، مو نفس من أسبوع لما كنت أقدر أركض، الحين لا ما أقدر أركض، صدري يعورني، النفس عندي أو النسم عندي مو نفس أول. فلازم المريض يساعد الطبيب في الوصول إلى التشخيص، يفتح له أبواب والطبيب يكمل معاه التاريخ الطبي يعني، ونعرف أكثر عن المشكلة عشان يقدر يفحصها بشكل ملائم. حلو. والمدخنين شلون عليهم؟ مدخنين مشكلة، مدخنين مشاكلهم وايد. أكثر ناس اللي كبرون في موضوع أنه بالضبط ما كل العافية، وأنا صار لي كم سنة قاعد أدخن ما كل العافية الحمد لله، ليه جاي تبتغلين الحين أوخر عن السيجارة يقول لك. صعب. لا وعلى فكرة شوف خلنا نقول لك شغلة، المرضى كلهم يعني إحنا دائما نأخذ فرصة العيادة لما نشوف مريض، لما نأخذ منه تاريخ المرضي يقول لك أنا أدخن، تسأل أنت تدخن؟ إيه أدخن. إيش كثر صار لك؟ والله 20 سنة. زين هل فكرت تقلع؟ ترى في عيادات الإقلاع عن التدخين. فدائما الطبيب ياخذ فرصة العيادة حتى لو خارج تخصصه، لأن من 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 كثر أو من قوة تأثير التدخين على كل أعضاء الجسم، يأثر على القلب، يأثر على الكلى، يأثر على الرئتين، يأثر. ما في ورم سرطاني يتم تشخيصه ما له علاقة بالدراسات الكبيرة، ما له علاقة بالتدخين. التدخين كل شيء سلبي يشارك فيه، تلقاه مشارك فيه، فاهم قصدي؟ فأي فرصة أي نوع مرض أي شيء ومو بس الأمراض الخبيثة، يعني حتى القلب وأمراض الرئتين كذلك يعني لها تأثير. زين دكتور أنت ذكرت أن غالبا يحوش اللي سرطان البروستاتا بالتحديد يحوش اللي فوق 50 سنة. صحيح. فهل أنا بهالحالة لازم ما أخاف وما أستعجل في الفحوصات وأنطر لين أقرب من 50 عشان أبلش؟ قبل 50 ما عندنا أي فحص إحنا نحث المرضى أن يبحثون فيه إلا إذا في أعراض أعراض معينة. وشنو هي الأعراض اللي ممكن؟ شوف سرطان البروستاتا بشكل عام ما له أعراض. حلو. عرفت؟ بشكل عام ما له أعراض. الأعراض تبلش لما يكون
أو لما يوصل مرحلة متقدمة جدا. فغالبا هذا ما يصير بعمر صغير، ما يصير بالخمسين إلا في حالات نادرة يعني، وهذا يكون يعني ابتلاء في كل الأحوال يعني، ما كان يقدر المريض يسوي شيء قبله. لكن بشكل عام الفحوصات اللي الرجل لازم يروح يفحص نفسه فيها خاصة اللي بالثلاثينات والأربعينات، إذا لقى صحته تغيرت عليه، حلو، اللي السمنة مثلا مأثر عليه يروح يفحص الدهون بجسمه، اللي حاس إنه نشاطه مو نفس قبل يروح يفحص. أنا مثلا في تخصصنا بالمسالك البولية الريال من يطوف الأربعين تبدأ الأعراض البولية تبين معاهم. ممتاز دكتور، أنت قاعد تعطي الحين أمثلة لأمراض واقعية. أحيانا بمثل واقعي صار وياك من واحد يعني بيفحص شامل واكتشفت عنده شيء هو ما كان متوقع وانت اكتشفته لو ما هو تلاحق على نفسه. والله الأمثلة كثيرة يعني، بس إذا بنضل على موضوع سرطان البروستاتا كان في، حتى إذا يعني غير البروستاتا بس على الأقل نهم يعني نوجه التوعية العامة بالفحص الشامل. إحنا كان في مثلا مريض عندي بالعيادة، حلو، ريال كبير وياي معاه ابنه. كم عمره؟ ريال كان بالسبعينات، نهاية السبعينات أو منتصف السبعينات، ومعاه ابنه يعني مصاحب له. فقاعد أسأله عن أعراض البروستاتا وهذا، وقال لي ولده يعني من الفضول قال لي دكتور شنو مشاكل البروستاتا يعني. فقلت له أنت كم عمرك؟ قال لي 51. قلت له ليش ما تفحص؟ هذا ولده؟ إيه ولده. قال لي أفحص ما عندي مشكلة. فحصنا له، ومع الوقت تم تشخيصه يعني بسرطان البروستاتا، عرفت؟ فالصدف هذه إحنا ما نبيها تصير، إحنا نبي يصير هذا شيء روتيني إن الواحد يروح يفحص من عمره 50. طبعا هذا واحد من 10، عرفت؟ من 10 يعني من كل 10 رجال ممكن يصيبهم. فما أبي كلمة إن روح يفحص روح يفحص روح يفحص تخرع الناس أو تخوف الرجل الخمسيني أو اللي فوق الخمسين. بالعكس، افحص تعرف، ولما تروح للطبيب غالبا راح يكون عندك مشاكل بالمسالك البولية ثانية مجرد إنك رجل فوق الخمسين. وايد شائع مشاكل التبول عند الرجال فوق الخمسين، وهي تكون هم مشاكل لها علاقة بالبروستاتا، ولكن هذه أمراض حميدة وليست خبيثة. حلو، يعني أنت بدل لا تصير مرافق للمريض صرت زميل حق المريض بالسرير اللي يمه، صفيت يمه على طول. لا لا، ما دخلوا مستشفى اثنين، ما دخلوا مستشفى يعني، ما احتاجوا ان يدخلوا مستشفى. انا اعتقد موضوع انك تنكر انت طول عمرك وانت شاب حاله صحيه ممتازه، فشوي صعب على الواحد وهو يكبر بالعمر يقتنع ان انا ممكن اني اتعب وكذي. مكابره وتعادا عن المنطق والواقع. صح. احنا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في هذه الحلقه. تدرون ان هالشهر شهر التوعيه بصحه الرجل؟ انا ما كنت ادري. خلينا نشوف شنو لازم يهتم فيه الرجل في هالشهر. صحته النفسية واللياقية، هذا اللي أشوفه. الأشياء الثانية عادي تعوض. يعني بالنسبة لي أنا أشوف أول شيء الصحة. وايد شباب لا صحة ولا هم يحزنون تدخين ولا لا الحمد. يعني أنا ما أقول لك ما كنت أدخن، كنت أدخن، بس حاليا الحين أكل نادي نفس الناس صحة. شلون بقعد أنا أطلع مع ولدي بعدين؟ أنا بوجهة نظري كرجل يهتم بوضع المادي. إذا اهتم هو بوضع المادي يقدر يسيطر على باقي الأشياء كونه هو رجل. على جميع النواحي، سواء الصحة الرياضية أو الصحة البدنية أو الصحة النفسية، مفروض أن يطورهم الشخص في نفسه عشان ما يتعرض للأمراض المزمنة مع الفترة الطويلة. يعني إذا يهتم بصحته الجسمية والنفسية، مثلا ينام بدري ويهتم حتى بطلعاته أو شيء يغير جو، يعني هذه أكثر أشياء اللي مثلا تساعد على اهتمام بالصحة. مثل ما سمعنا الآراء مختلفة، في ناس تهتم بصحتها النفسية، صحتها الجسمية، صحتها المادية، فلا تهمل صحتك. أنا ودي أحمد أكثر شوي حاجز الخوف. أتوقع إحنا حتى الشباب الحين بهالعمر هذا نص الثلاثينيات، حتى والله آخر العشرينيات وأول الأربعينات، بيوم من الأيام تلقى واحد والله فحص يقولك والله اكتشفنا فيك ورم في المكان الفلاني، سواء كان ورم حميد أو الله يقول خبيث. فالخطوات إذا واحد مثلا وده على الاقل بس يفحص، مثلا عنده واحد مثلا قريب من اهله حاشا الكانسر الله يقول، فشنو الخطوات اللي ممكن يروح لها اساس نقدر يكشف على الاورام اللي فيه؟ هل مثلا منظار، تحليل؟ يعني يا ريت لو توضح لنا الصوره اكثر اساس ان هم الواحد لو بينه وبين نفسه يروح يكشف. زين، شوف عشان لا اخرج عن مجالي، انا راح اتكلم عن الامراض اللي ممكن تصيب الرجل ولها علاقه بتخصصي في جراحه الكلى والمسالك. اوكي، فخلنا نبدا بالعمر اللي هو من نهايه التعش الى منتصف الثلاثينات او نهايه الثلاثينات. حلو، شنو اكثر شيء ممكن يصير؟ ترى حتى الاربعينات شباب. لا لا، داشين داشين، ادري انه شباب، ادري الكل تو قال 50 شباب. لا لا، كلنا شباب ان شاء الله. المرحله العمريه هذه طبعا نادر ما يكون فيها امراض، لكن شنو اكثر مرض نخاف منه او يكون او
يعني اكثر مرحله عمريه تتاثر بهالمرض او شنو المرض هالمرحله العمريه تتاثر فيه هو سرطان الخصيه. اوكي عرفت. ففي حمله مثلا تكون شهر 3 حلو مقاربه لحمله موفمبر هي للتوعيه بسرطان الخصيه حلو. اللي هو الفحص الذاتي. اوكي عرفت. فاذا الرجل يفحص نفسه لقى شيء مختلف عن الطبيعي ماله حلو عرفت لازم يروح حق الدكتور. دكتور ترى عندي شيء غريب او جديد بالخصيه عندي وحاب اني افحصها. في اغلب الاحيان سيتم تحويله اذا مثلا راح المستوصف سيتم تحويله الى جراح الكلى والمسالك. نعم. ومن هني الواحد ياخذ اجراءاته. عرفت. وكاي مرض خبيث الاكتشاف المبكر دائما نتائجه افضل من الاكتشاف المتاخر. عرفت. نعم. من حيث النتائج ونسب الشفاء الى اخره الى اخره. نعم. زين ننتقل الى مرحله عمريه اعلى شوي. حلو. دخلنا من نهايه الثلاثينات الى قبل الخمسين. لا احنا بالشباب يعني. اي شباب تو صغار. هني ما في شيء معين بالاورام الا اذا لا سمح الله اذا كان في دم مع البول. حلو. عرفت. وجود الدم مع اثناء التبول هذا غير طبيعي. بس هو نظام غذائي؟ لا ما له علاقه بالنظام الغذائي. اوكي. لا فاذا اي احد سواء رجل او مراه هني اقول لك لقوا في دم مع البول لا لازم الواحد يروح حق جراح الكلى والمسالك ويقول انا صار معي كذا كذا عشان ناخذ الاجراءات او الفحوصات اللازمه. تمام. فحوصات في هذه الحاله تكون فحوصات دم وفحوصات للبول وانتم بكرامه الاشعه المقطعيه ومنظار المثانه عشان نعرف اذا شنو سبب الدم المصاحب للبول هذا. تمام. اذا دخلنا مرحله الخمسينات هني نبدا الكشف المبكر في برنامج اللي هو اللي نتكلم عنه في نوفمبر اللي هو فحص الدم. حلو. فحص البي اس اي. حلو. هذا انزيم البروستاتا. مو معناته ان الانزيم مرتفع معناته تلقائي ان هذا تشخيص بسرطان البروستاتا. لا في اسباب كثيره خاصه بالعمر هذا تسبب ارتفاع الانزيم هذا. لذلك لازم الواحد يروح حق طبيب متخصص عشان يقدر يشرح النتيجة للمريض ويشرح له شنو الخطوات القادمة وشنو نوعية المتابعة اللي يحتاجها. مو كل واحد يحتاج أشوفه كل 6 أشهر، مو كل واحد يحتاج أشوفه كل سنة. عرفت. فدائما لما تبلش أعراض غريبة أو جديدة على الواحد لازم يروح يكلم طبيبه عشان يتأكد أنه في شيء ولا ما في شيء، وثانيًا إذا في شيء شنو نوعية الفحوصات اللي يحتاجها وشنو تشخيصه وشنو المتابعة اللي يحتاجها بعد التشخيص. حلو. دكتور الحين بخصوص سرطان البروستاتا هل يحتاج الواحد انه لازم يفحص عشان يكتشف ولا في عوامل ممكن تظهر عليه تعطي انطباع ان انت والله ممكن فيك هذا المرض؟ الأعراض. الأعراض ولكن نفس ما ذكرنا ان الأعراض عادة تكون في مرحلة متأخرة جدا جدا جدا. اوكي عرفت. فعشان يعني اذا حسيت بشيء راحت عليك. لا مو بضروري. لا شوف احنا ممكن ما نبي ننشر الذعر. عرفت. هذا اهم شيء من حملة شهر نوفمبر ان احنا لا ما ننشر الذعر، احنا ننشر التوعية. عرفت. حسيت بشيء روح حق طبيبك ايا كان التشخيص سيتم التعامل معاه سواء مرحلة متقدمة أو مرحلة متأخرة. إذا قلنا مثلا في تاريخ العائلة في حالات من سؤالك ممتاز. إحنا الحين قاعد نتكلم عن إذا الريال فوق 50 سنة يروح يبلش فحوصات. إنزين إذا لا سمح الله واحد والده وعمه مثلا فيهم سرطان البروستاتا أو يده وأبوه، لا هني ننصح بالكشف أبكر 45 سنة. الاحتمالية تزيد هنا. الاحتمالية تزيد أكيد. العامل الوراثي والعامل الجيني يلعب دور كبير خاصة بسرطان البروستاتا. يعني سرطان البروستاتا شوي مختلف عن مثلا سرطان الرئة أو أوكي. سرطان المثانة، إن في عوامل تأثر العمل مثلا بالبيئة فيها تخنة وايد، التدخين، العوامل مثلا إذا واحد يشتغل بمصنع ومنكشف على مواد كيماوية, على مواد كيماوية وإلى آخره، هني نقول لا أنت عندك احتمال أعلى. ف يعني اذا صار معك كذا روح راجع الطبيب. لكن سرطان البروستاتا ما في اي عامل الا السن والجينات. حلو. فما في شيء الواحد يقدر يسويه قبل 50 سنه الاولى من حياته اللي يمنع سرطان البروستاتا. والعلاج شنو؟ العلاج هنا يختلف. اذا المرض في سرطان البروستاتا فقط فالعلاج ممكن يكون اما بالمتابعه اللصيقه. حلو. ما نحتاج نسوي شيء اذا المرض من الدرجه الاولى او المرحله الاولى. اذا اكثر من المرحله الاولى في خيارين، هما خيار الجراحه وهو الاستئصال الجذري للبروستاتا او العلاج الاشعاعي. المراحل اللي تكون فيها الورم منتشر خارج البروستاتا يختلف علاجها شوي، ممكن يكون فيها اشعاع وعلاج هرموني، علاج كيماوي وعلاج هرموني. بس اتوقع هذا العلاج للمراحل المتاخره خلاص صح؟ يكون مراحل متاخره وليس بالضروره المتاخره جدا، في بعض الاحيان حتى المراحل الوسطى يحتاج الواحد الى عقاقير معينه. عرفت. لتثبيت المرض انه ما يضايقه ولا يسبب حلو عفوا ولا يسبب له مشاكل. حلو. احمد اتوقع يعني حتى يمكن المواضيع تكلم عنها الفحص الشامل اللي مساق نقول عنها صحيح
عندنا ايضا فحص الوظيفه، اكيد قبل لا توظف اي مكان يسوي لك فحص تحليل دم واكثر من منطقه في الجسم نفسها. صحيح. يعني مثلا لما نسوي تحليل دم حق الدكتور اقول له مثلا دكتور شنو انت بتكشف بالضبط، يقول لك والله نقص المناعه المكتسبه، الوباء الكبدي وبعض الامراض الشايده اللي احنا يعني قاعد نعيشها في العصر الاخير. فهل يعني انواع اللي قاعد نسولف عنها من خلال الحلقه في مطار البروستات تشمل تحاليل الدم ايضا لما نكون كوظيفه نقول والله سويت فحص وظيفه اخر مره وفحص شامل وفحصوني باكثر منطقه واموري سليمه الحمد لله فما علي شر؟ شوف كسياسة عامة لا، يعني على حد علمي طبعا تختلف من شركة لشركة وطريقة فحص إلى طريقة فحص، لكن بشكل عام كسياسة صحية أو سياسة طبية لا، ما يتم الكشف عن الأمور هذه أثناء الفحوصات الوظيفية، لأن الأهم هي الأشياء اللي تم اللي ذكرتها حضرتك. ترى ليش سألتك السؤال؟ ترى في ناس تأخذ من باب الهروب أنك أنا بطريقة غير مباشرة والله سويت فحص لا ما كان فيني شيء، ليش يحاول هو عقل الباطن أنه يتهرب بالمسؤولية؟ لا الفحوصات تختلف طبعا، يعني كل فحص يدور على شيء معين، فإذا ما كانوا فحصين مثلا الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا او مثلا سرطان القولون والى اخره، لا لازم طبعا يروح حتى اذا فحص العمل ما 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 كشف عنه يعني او ما فحصه بالامور هذه او حتى قال امورك طيبه. اي افضل انه هو يبادر من نفسه، ونفس ما تكلمنا قبل يعني قلنا ان يعني الصحه مسؤول طبعا جزء كبير منها مسؤوليه الرعايه الصحيه او القائمين على الرعايه الصحيه، ولكن هم صحه المريض جزء منها يقع عليه، يعني الطبيب ما راح يقدر يعالج المريض الا اذا المريض راح له. حلو. عرفت؟ وهذا اللي دائما احنا نشجعه، يعني اكثر واحد راح يشجع المريض انه يروح نفسه. حلو. زين اذا قلنا الحين ان شاء الله بعد هذه الحلقه في الرجال قاعده تتشجع ودها انها تفحص، وين خلينا نقول المراكز الرسميه في الكويت لاجراء مثل هذه الفحوصات؟ طبعا المستوصف هو اول مراكز الرعايه الاوليه، عرفت؟ هذه اول نقطه لهذا، اي واحد فوق الخمسين ممكن يروح المستوصف ويطلب الفحص. ممكن بعدها على حسب النتيجة يتم تحويله إلى جراح كلى ومسالك بولية، وفي مراكز تخصصية بالكويت بالأمور هذه غير الأقسام الموجودة بالمستشفيات. فسهل جدا أن الواحد يحصل الفحص، وطبعا بالقطاع الخاص موجود كذلك، ومثل ما نشوف الإعلانات بالشارع في وايد حملات من مستشفيات خاصة معينة أن يعني تشجع على الكشف المبكر لسرطان البروستاتا. هذا كتوصيات، لكن أنتم كدكاترة هم لكم أيضا يمكن بعض الاجتهادات اللي قاعد تسوونها كحملات أيضا محلية عندنا في الكويت. أي صحيح، وإحنا قائمين عندنا في مركز صباح الأحمد. نعم. الكلى والمسالك في حملة سوينا عندنا يوم توعوي في المركز. نعم. الأسبوع الماضي والأسبوع الجاي عندنا. نعم. حملة في أحد المجمعات التجارية. نعم. بدون ذكر أسماء، لكن راح يكون موجود عندنا في حسابنا بإنستغرام. نعم. التاريخ وتفاصيل. لا تحاتي بطلون، يعني مجمعاتنا محدودة فراح نصيده بسرعة. لا لا ينصاد. راح يكون موجود على 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 حسابنا الرسمي. تمام. في إنستغرام. دكتور تتوك ذكرت إن بالفترة الأخيرة صار في توعية على الصحة النفسية. وممكن هذا انعكاس على أن زيادة حالات نفسية وحالات الاكتئاب مثلا. ممكن نقول أن طبيعة الرجل أنه هو كتوم بمشاعره، وأنه هو بعيدا عن موضوع الفحوصات انشغاله بحياته ممكن يكون بأماكن بعيدة عن صحته النفسية وصحته الجسدية، هل هذا الأعراض النفسية هي لها دور في أنها ممكن تزيد من حالات سرطان البروستاتا أو أغلب الأورام السرطانية؟ ولا مثلا الحالة النفسية ما لها علاقة؟ لا الحالة النفسية يعني هي على حدة ما يعني الحالة النفسية مهمة، احنا ما قاعد ننتقص من أهمية الوضع النفسي والحالة النفسية سواء قبل التشخيص أو بعد التشخيص أو أثناء التشخيص، لكن هل هي مشاركة أو ممكن تكون عامل مؤثر في مثلا الاستجابة للعلاج أو التشخيص؟ لا، لكن طبعا الصحة النفسية تأثر على المريض أثناء فترة العلاج أو مباشرة بعد التشخيص، إنه هل يعني إذا واحد مثلا حاش اكتئاب شديد مثلا بعد يعني ممكن ما يروح يراجع أو ما يروح يتلقى العلاج، يقول لك خلاص أنا يومية وما بقى لي شيء ويستسلم، عرفت؟ فهني أهمية الصحة النفسية، لكن هل هي لها تأثير مباشر على المرض نفسه؟ لا، مو على حد علمنا لا. فهو خلينا نقول يساعد للعلاج أكيد. أي. أكيد، ولكن ما يساعد للمرض نفسه. لا، الاستجابة هذه تكون يعني ما منفصلة عن الحالة النفسية، لكن طبعا الحالة النفسية تأثر أن المريض يروح يبادر بروح العلاج، ما راح أطوف مواعيد الدكتور، بروح أخذ الجرعة الجاية، بروح أسوي العملية الفلانية، بروح أسوي الفحص الفلاني. شنو أكثر وسيلة إقناع تقنعونه حق الشخص اللي يعاند نفسه وايد أساس أنه يحاول على الأقل تقنعه، لو على الأقل لو جزء بسيط أنه على الأقل يوصل لعندكم؟ وأنت عارف إيش عندنا خصوصا يعني الرجل، يعني تونا قاعد نتكلم بداية الحلقة أنه وايد يتساءل بهالموضوع أو عنيد مع نفسه. إيه. والله الوسائل كثيرة، إحنا هني بالكويت مجتمع يعني
يعتمد على العائلة وايد، فوايد خاصة من كبار السن، رجال كبار السن تلقاه جاي مع ابنه وبنته أو أسرته في أغلب الأحيان يعني، فتعتمد وايد على الأسرة إن تقنعه، يقول لك لا 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 ماني مسوي، ويطلع عرفت تلقى الأسبوع الجاي أحد من عياله ساحبه معه. هذه أحد الأدوات. الأدوات الثانية إنك تحسس إن المريض هو، وهذا واقع يعني، المريض هو صاحب القرار. أنا كطبيب ما قاعد أجبرك إن أنت تسوي الفحص هذا، صح. أنا ما قاعد أملي عليك أنت شنو تسوي، لا أنا أبين لك الخيارات، أفتح لك الأبواب، ترى لك هذا الطريق الصح. إيه ترى الناس على أبسط الأمور ما قامت تروح. أحمد تذكر أيام كورونا لا ما فيني العافية ليش أسوي مسحة؟ صحيح صح، صارت ولا ما صارت هذه؟ هذا خوف، وهذا يعني يقول لك لا والله ماكو العافية، هي إنفلونزا عادية وكل واحد قام يشخص على نفسه، وليش أسوي مسحة؟ خايف من 14 يوم اللي الحبس فيها اللي صارت 7 أيام بعدين، والحمد لله الحين إن شاء الله ما كنا العافية. صحيح، أنت لما ذكرت كورونا هو هذا السبب اللي خلاني أسأل عن الحالة النفسية، لأن لاحظنا بكورونا الحالة النفسية أثرت وايد بتزايد المرض نفسه، أو ممكن في ناس نفسيا تعبوا من ما كان الموضوع، ما كان الموضوع مجرد إنفلونزا وخلاص. صحيح صحيح، كان في ضغط نفسي مصاحب، وكان في اكتئاب، وكان في توتر، أكيد فترة كانت صعبة على الكل، لكن الحمد لله أنها طلعنا من حي. الحمد لله على خير، والله الله يعودها إن شاء الله من أيام. دكتور أحمد مرزوق الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعافيك، قواك الله، وشرفتنا في بودكاست قبل العصر. أنا تشرفت. شلون أجواء البودكاست بشكل عام وياك؟ جميلة صدق والله، جميلة أي والله، تحس أريحية شوي، طلعنا من الرسمية، سوالف سوالف حلوة. بالضبط بالضبط. أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعافيك. كان قوم نفحص، قوم خلاص خلاص بتيون العيادة، نيك عيادة، سعر مبارك. حياكم الله متابعينا، هذه كانت حلقتنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من بودكاست قبل العصر.